يسعد اوقاتكم اصدقائي، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم فيديو جديد. اليوم الفيديو للسحب على سلاح الاردن التاجة. قبل ما نبدا بالفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس ليوصلك كل شيء جديد وتحط لايك للفيديو، ويلا خلونا نبدا. مثل ما شايفين قدامكم هي اسماء المشاركين بالسحب اللي كانوا مجاوبين جواب صح و هاشتاج صح، ونبدا مع اول اسم نقول بسم الله. واول رابح معنا لليوم هو بينكي. مبروك يا بينكي، تستاهل. خلينا ناخذ الاسم الثاني معنا لليوم ونشوف الرابح الثاني، نقول بسم الله. الرابح الثاني معنا لليوم هو عبد الرزاق نبال النعيم. مبروك يا عبد الرزاق، مبروك، تستاهل. ناخذ آلة رابح معنا لليوم، نقول بسم الله. ماهر، ألف مبروك يا ماهر، تستاهل ماهر. وناخذ الرابح الرابع ونقول بسم الله. رابح الرابع معنا لليوم باي نيلسون، مبروك يا باي نيلسون. ناخذ الرابح الخامس والأخير لليوم، نقول بسم الله. خامس اسم معنا لليوم، مين صاحب الحظ السعيد؟ عمار، مبروك يا عمار، تستاهل. مبروك لكل الرابحين، وحظ اوفر للي ما ربحوا. وهي اسماء الرابحين الخمسة اللي ربحوا معنا لليوم. اللي ما ربح ان شاء الله حظ اوفر، بتربحوا بالمرات الجاية. وبس هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، بشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.